السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في قناة الزراعة المنزلية. واليوم راح نتكلم عن العناية بنبات الثوم لطول فترة نمو النبات. في البداية تكلمنا سابقا أثناء الزراعة عن نوع التربة، وذكرنا أنها لابد أن تكون تشتمل على البتموس لكي تكون تربة هشة وسهلة لامتداد الجذور. اليوم راح نتكلم عن العناية بالنبات فترة النمو حتى جني المحصول. طبعا الكلام هذا للزراعة المنزلية أو الذين يستخدمون الزراعة في الحدائق المنزلية سواء في الأصص أو في التربة الدائمة. فترة نمو نبات الثوم تقريبا ما بين 18 إلى 21 أسبوع، وراح نتكلم عن بنظام الأسابيع حتى تسهل عملية العناية بالنبات. في البداية نمو النبات لمدة 30 يوم، هذه الفترة يتم السقي فيها بحيث تكون تربة النبات رطبة بشكل مستمر، ونراعي في ذلك الالتزام بالسقي بانتظام. طوال فترة نمو النبات السقي بالنسبة للتربة الهشة والتي سنتكلم عنها الآن، وما بين 3 أيام إلى 6 أيام مرة واحدة فقط. إذا السقي ما بين 3 أيام إلى 6 أيام مرة واحدة فقط، أو مراقبة التربة وقياس جفاف سطح التربة لمسافة 3 سنتي ثم نقوم بالسقي. بعد مضي 30 يوم من بداية الزراعة نقوم بالتسميد بالسماد المتعادل. الآن سوف أقوم إن شاء الله بالسقي بالتسميد بهذا السماد البجيرين 55 18 18 18 أو أي سماد لديك متعادل سواء 20 20 أو غيره يحتوي على العناصر الصغرى. نحرص على تشرب التربة كاملا بالسماد في هذه السقية، وبعد ذلك نستمر كل 30 يوم نسقي مرة واحدة بالسماد المتعادل، ونستمر في سقي النبات كما ذكرنا كل 3 أيام إلى 6 أيام حسب الجو في كل منطقة، أو لجفاف سطح التربة من 2 سنتي إلى 3 سنتي. وبعد وصول النبات لفترة ما بين 15 إلى 18 أسبوع يتوقف النمو الخضري ويبدأ في كبر حجم وزيادة فصوص النبات تحت مستوى سطح التربة. في هذه الفترة نحرص على السقي بانتظام بحيث تكون التربة رطبة نوعا ما، حيث أن زيادة المياه سوف تسبب لنا الأمراض الفطرية، وأيضا الجفاف سوف يؤدي إلى ضمور فصوص النبات وبالتالي يفسد لدينا المحصول. نحرص في هذه الفترة ما بين 15 إلى 18 أسبوع على السقي بانتظام حتى 21 أسبوع. في فترة 21 أسبوع أو عندما يكتمل عمر النبات 21 أسبوع سوف نلاحظ اصفرار على نمو النبات وسقوط أوراق النبات على سطح التربة. في هذه الفترة نقطع الماء عنه تماما لفترة ما بين 2 أسبوع إلى 3 أسابيع، بعد ذلك نقوم بقلع المحصول وتسميد
تجفيفه في منطقة مظلة لمدة أسبوعين، بعد ذلك نقوم بتجهيزه سواء للبيع أو للأكل والاستخدام. نتمنى إن شاء الله أن يكون هذا العمل حصل على فائدة للجميع. لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وعمل لايك ومشاركة الفيديو. طبعا الآن نسقي النبات بهذه الطريقة. نحرص كما ذكرنا على تشبع التربة بالكامل بالماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.